السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم اليوم في أطباق أنت سنين. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا وصفة لي شوسون. لي شوسون هذو راح نديروهم بعجينة رائعة جدا، يعني تجينا مورقة بلا ما نديرو لاباط فايتي ونورقوها، وعلى بالنا تدي الوقت. دونك هذه سهلة، نخلط المكونات في بعضها كأي يعني عجينة عادية جدا. واش عندنا في هذا العجينة؟ نحتاجو كيلة تاع الحليب وكيلة تاع المارغارين تاع الفيطاج، مش لا مارغارين العادية طبعا، مارغارين توريق. انا استعملت هذه صالحة، راهي موجودة نورمالمون في ولاية كل لهنا. كيلة مارغارين بكيلة حليب، يعني انتي واش تحبي، تحبي تعمري البول تحبي لالا. انا درت كمية كيما هكذا، نشوفها يعني تجيني قيس قيس. عندي لهنا الملح ونجمع الخليط بالفرينة طبعا. ولهنا واش عندي الحشو، انا يعني الحشو اختياري، ما كنتش راح نديرو توالكم يا كنت راح نوجدو ديريكت، ولكن حبيت نوري الاخوات برك السلق كيفاه يطيبوه. هذا مكان يعني عندي انا كميه من السبانخ او السلق، وعندي شويه تاع الزيت ولي زيبيس والملح. دوك اول حاجه نسبق بها نحط السلق تاعي يذبل لي، باه من بعد كي يبرد كي نوجدو العجين ما يخسرناش العجين. دوك نروحو نحطو في مقلاة، نحطو لها شويه زيت ونحطو السلق تاعنا يذبل. اذا هاولك تاعي السلق، انا حطيته في المقلاة، حطيت شويه زيت والنار تكون ناقصه على الاخر، يعني نديروه الموقد الصغير خلاص في الكويزينيير وخليوه ناقصه. وهكذا غطيوه بغطاء وخليوه يذبل وحده. دوك ديروا له الملح والفلفل الاسود وشويه ثوم وخليوه يذبل وحده، هكذا يقعد تقعد البنه تاعو فيه. انا بعد ما يذبل راح في الحشو راح ندير معاه شويه جبن، ولا هنا الحشو اختياري كل وحده، يعني واش تحب تحط، تحب ديري دجاج، تحبي ديري لحم مفروم، يعني هذا يرجع ليك. تحبي ديري فرماج وحده انت واش تحبي. انا لي صوصي حبيت نعاود لك برك الفكره هذه، ما تغليوش السلق تاعكم، شفتهم بزاف يغليوه. هذا مكان، هذه هي الفكره اللي حبيت نوصلها لكم. دوك نروحوا للعجين. دوك العجين تاعنا بسم الله، نحطوا اول شيء لا مارغارين، قلنا مارغارين، التوريق، كيلة، هذه ما ذابتليش 100%، وكيلة تاع الحليب، حليب عادي مش ساخن. هاكم شوفوا كيفاه تجمعت كي عادت لا مارغارين سخونة. نحطوا الملح، ملحو عادي، هاي ديك ملعقة صغيرة فقط. هذا واش نحتاجو، نلمو العجين بالطحين. لهنا الفارينة مانيش عارفة شحال تديلكم، نلمو فقط ما نعجنوش. هاكم تشوفوها يعني سهلة في الخدمة، نجمع فقط. انا هاي لك العجينة تاعي بعد ما جمعتها ما نعجنوهاش، دوك عادي جمع تكون عادي، يعني مش يابسة مش طرية بزاف. دوك نديرها في كيس بلاستيكي ونحطها في الثلاجة حوالي نصف ساعة ولا 25 دقيقة بعد ما يوجد لي الحشو ان شاء الله، ومن بعد نشوفوه. السلق تاعي او السبانخ بعد ما ذبلوها ولا كي طيب 100%، شوفوا كيف تعرفوا بلي طاب. هذو العروق اللي يجيو اللي يكونوا شويه صحاح، ها نعبز عليهم بالملعقه فقط، ها كي تمعتو. لهنا واش راح ندير له، انا راح نربي عليه شويه تاع الفرماج مادام سخون، نحط شويه الملح، حنا متملحوش مليح، نحط شويه ونخليه حق بيسك راح نزيد ندير قطع في الحشو.
لبنا الجبن والسلق يتماشاو. شن هي كي تحبي كي تكوني تملحي فيه وهو يذبل ما تكثريش، انا حطيت على راس الملعقه الصغيره باش ما يجيكش مالح وما يحبش الملح. نزيد شويه ونذوقو كيفاه في الملح، يعني باش ما نخليهش يسبقني. لهنا كيما قلت لكم الحشو يكون اختياري، حبيت يكون شويه مغذي صحي هكذا. لهنا نذوقو كيفاه ونشوف اسك نزيد لا لا. هنايا خلاص راه مليح في الملح، ما نقدرش نزيد له فرماج يجيني مالح. دوك نخليه يبرد شويه اذا هاولك العجين تاعنا بعد ما جبتهم من الثلاجه. تعالوا نبداو نشكلو. هنا انا وجدت اون بلا غنحطوا فيهم تاعنا لي شوسو. لهنا نستعين شويه فرينه كثرش طبعا، نطرحها نقطع عادي دوائر. لهنا دون عجن نكرر، يعني متعجن معاش. هذه مليحه العجينه، يعني مش غير لا 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 لي شوسون برك، تقدروا ديروها لي كوكا. كوكا ثاني تجي هايله مره خلاف ان شاء الله، رانا نديروها كيف كيف لك تبغي. هكذا نقطعها باي عفسه عندي. انا راح نستعين بالغطاء تاع الروبون اللي عندي كامل صغيرين، معليش المهم دبروا روسنا رانا في كون زينتنا وحنا احرار. المهم حاجه تكون من الاواني نظيفه وخلاص. هكذا وهذا اللي يقعد العجين، ما نعجنوش ثاني كما قلت، لموه فقط بهالطريقه كما نديروا العجين المورق. لموه ونطرحوه، كملوا نطرحوه عادي هاك شكلوه بالطريقه هذه وطرحوه وقطعوه عادي بلا ما تعجني. درك نعمرت لكم حبه والله، نكمل باقي المكونات. انا هاولك تاعي الحشو نحط كميه، ندير لي سباس للجبن. انا وحده من الناس اللي نحب السلق، يعني الطريقه هذه يعجبني بزاف. هكذا نديرهم قطع الطريقه هذه. الاطفال اللي ما يحبوش ياكلوا لكم ديروا لهم جبن وحده، يعني ما يحبوش ياكلوا السلق. ونقفل نضغط، لازم تضغطو مليح العجين وعلى بالنا يتحل، يعني ما تشفقوش وانتو ما تعبزو. ترتور ونعاودو. ما يعني مش راح يتنفخو فيهمش الخميرة. ديروا الشوكة اكيد بالشوكة كيما ما فينا نعرفو الشكل. هكذا بهذه الطريقة، معليش نزيد حبة معكم، يعني عذرا عفوا إذا كنت ثقيلة عليكم في الشرح، إذا كنت مطول ما
معليش البنات اللي ما يعرفوش نخدموا معاهم ايطاب بار ايطاب هكذا ونغلقوا ثاني. نجيو من الحاشيه ونمشيو نغلقوا ونضغطوا ونأكد الضغطوا بيجوكم الحبات ملاح يعني ما يتحللكمش. نزيد نفوت الشوكه بنفس الطريقه ونحطوهم نستفوهم في البلا اللي يدخل للفرن نطلوهم في الصفار ونطيبوهم. طبعا عادي يعني مخليهمش يخمروا ما فيهم حتى حاجه لا خميره لا حتى حاجه. نكمل كل الكميه ان شاء الله ومن بعد نشوفوا لهنا. برك حبيت نرجع لكم نقول لكم اخواتي لهنا لاباط راكم شفتوني لا مارغارين كانت ذوبتها كانت سخونه يعني هي لعبنا نعرفوا بلي لا مارغارين هذه يعني اذا كانت سخونه وقسناها بحاجه بارده راح تعمل فيها تكتلات والحليب كان بارد هنا كان عادي مش بارد كان نورمال مش سخون يعني وهي ذايبه وسخونه كي درت عليها الحليب داروا لي التكتلات هذوك حبيبات يعني كي ضفت الطحين قعدوا هذوك الحبيبات كما دوك راهي فيها حبيبات وانا راني نطرح فيها عادي. نتوما ما تحاولوش انكم تعجنوها ما تخلصوا من هذيك الحبيبات. انا هذه برك راني ما درتها لكم شرجعت نهضرها لكم يعني سبالافان الاخت لما تشوفها مش ملسة العجينه تاعها تحاول انها تعجنها اذا عجنتيها الفيطاج تاعك راهو يروح دونك خليها هكذاك وطرحيها بالطريقه هذيك ما حيصرا حتى حاجه. هذا مكان اذا هاملك لي شوسون تاعنا بعد ما كملت لهم التشكيل دوك راح نطليهم بش عندي هنا شويه صفار عندي حبه صفار عفوا درت لها شويه تاع الحليب انا دوك نطليهم كامل شويه شويه فقط ومن بعد ندخلهم الفرن يطيبوا. هكذا بهذه الطريقه دوك يطيبوا ان شاء الله نشوفوهم باذن الله. اذا هاملك لي شوسون تاعنا بعد ما طيبتهم خرجتهم الفرن مازالوا سخونين هاملك يخرجوا لكم هايلين مورقين يعني بلا عجينه بلا عجين مورق كما شفتوا سهله خلاص يعني ما فيها حتى حاجه يعني الاخت تحتاج لامارغارين تاع توريق هذا مكان يجيبكم روعه. نتمنى يا ربي تجربوهم والحشو ثاني كما قلت لكم اختياري درجه الحراره ديروا لهم من 180 حتى 200 درجه يطوبوا لكم من التحت ثم تحاولوا حمروهم من الفوق ان شاء الله. هذه هي دوك نحل معكم حبه تشوفوها جبت سكين هاي لك تسمعوا القرمشه هذيك هاملك يجيو مورقين وكروستيون كما تحبوهم يعني خرج لكم روعه. نتمنى يا ربي تكون عجبتكم وصفه اليوم افدتكم بها وجربوها وتصلح لكم ان شاء الله يا ربي ما فيها حتى حاجه يعني ما فيها حتى تعب. اذا هذه الشوسون تاع اليوم ها نتمنى يا ربي يكونوا عجبوكم ونكون افدتكم بوصفه اليوم يا ربي. اذا عجبتكم وصفتي شاركوا في قناتي ليصلكم كل جديد ان شاء الله ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.